انت كنت على علاقة بفتاة او ببنت، اوكي، وطول اربيس. نو نو نو، قالوا لي اول حرف من اسمها نور، حرف الهاء. نو لا نبي نعرف علاش انفصلتوا. مين قال اصلا؟ شنو؟ مين قال لك انت على المعلومات اصلا؟ عادي، قصدي مش عيب يعني انك تحكي تقول، شو المشكله في الموضوع؟ باي تمام، ايه مش عيب. تمام، انت وجهك كله اصفر. بس يعني خلاص البنت مشت في حال سبيلها، يعني ليش نقعد نحكي فيه الموضوع؟ عادي، اعطي. ممكن انت تكون تول تحكيها القصه، تكون موعظه للناس، موعظه للشباب اللي قاعدين قاعد يتفرجوا علينا. حسستيني روميو وجولييت يعني. احنا حابين نسمع القصه، يعني لو حبيت يعني مصمم انك انت تحكي لنا علاش البنت سيباتك. سيبتني؟ ما انت منفصلية، سيباتك. من قالك مش انا اللي سيبتها؟ لا، هي سيباتك. لا والله، انت من حكي لك الموضوع؟ ما من هذا الزيت. بتعرف من حكي لي الموضوع؟ لا والله، لان الموضوع مش هالبنات يعرفوه. بقى بتحكي لنا ولا مش حتحكي لنا؟ انا بشوف يعني تمام، بنت تزوجت في حال سبيلها. نور خلاص، خلينا بالزواج. علاش خلاص سيباتك؟ نور سكر البنت الموضوع. علاش سيباتك؟ نور من قال لك ان هي سيبتني ولا انا اللي سيبتها؟ لا لا لا، انا عارفه ان هي اللي سيبتك. لا مين عارفه؟ انت تعرفيها البنت؟ تعرفيها؟ تبي نقول لك انا علاش؟ علاش؟ انا قلت تو علاش. شنو هو؟ شنو قلت؟ لان تزوجت. ها، على خاطر ظروفك الماديه. تمام، في وقتها ان هذا السبب، لان انا باهي قاعد طالب نقرا، يعني كيف بنلحق ان ندير حوش، ندير سياره، يعني بنجيب بنت الناس نشحطها معاي. فهي جاها نصيبها غلط، خليها تستنى. استناني كم؟ 10 سنين يعني، تو مش واتي على فكره. كيف اثر الموضوع هذا على نفسيتك بصدق؟ نور خلاص نفسيتي ما هو تو شفتيها في بدايه الحلقه، اموري تمام معك، نفسيتي خيرها. هل انت تو بدات تحس ان كل علاقه لما تخش فيها لازم تبين انت عندك وقادر ماديا؟ ممكن تكون سببت لك عقده نفسيه عادي جدا. انت مصره على هذا؟ علاش اليوم على العقده النفسيه؟ اي معاش نبي نخش علاقات. انا معاش تبي تخش علاقات؟ عزاب شو رايك؟ نسكروا الملف العائلي شويه، نخشوا ملف ثاني كان عندك. لا ما خشيت ملفات لو ما خشيت، احنا في الملفات العائلي. لا ما انت طول نور خشه في موضوع يعني يعتبر حساس بالنسبه لي. ما فيش حد يقول انا والله بنقعد عازب. انت تفكر في الزواج؟ لا ولا اكيد هذه اللي قلتها تو هيك نستفز فيك. لا نفكر في الموضوع، لكن قلت لك اهم حاجه عندي راهو على فكره نشوف في هالبنات على خاطر انه يحب ممكن يتزوج وهو ما عندهاش حتى وين يسكن، ويقعد متشحط وياه في التاكسيات ومش قادر حتى يوكلها. غلط على فكره الرياكشن مش هذا اللي ماشي، المفروض احسن بالعكس كلام. بالعكس يقول لك تعيش بنت الناس، تقول لك تعيش معاك على الحلوه والمره. تمام، ممكن كنت اعرفها مش حتقدر تعيش على المره. هي اصلا ما اعطتكش فرصه انت، هي قد لا انا غميت الموضوع سكرته من الاول. نور خلاص بقى خلاص. انت ممكن حد يجيك يعني مش جاهز نهائيا. يعني لو نحب احتمال اصرف عليها عادي، ما عنديش مشكله. اقنعتني بسرعه والله. ما عندي مشكله، القلب هو ما يهوى. ومره ثانيه بلا حروف، لا هاء لا باء. اوكي.